تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية وفيما يلي نص البرقية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق التهاني والتبريكات على النجاح الذي حققته عملية الانتخابات النيابية والمجالس البلدية التي جرت اليوم 24 من شهر نوفمبر 2018، والتي أبرزت صورة متجددة من صور التلاحم لتلبية نداء الواجب من أجل مستقبل مشرق يقبل على الوطن، يحمل صفحات مشرفة تضاف للمسيرة المباركة الشاملة بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم. إنما شهدته العملية الانتخابية من إقبال وحرص المواطنين الكرام في جميع محافظات المملكة على المشاركة في عملية التصويت استجابة للدعوة الكريمة التي وجهتموها جلالتكم لشعبكم الكريم لممارسة حقه الدستوري المكفول كمرشح وناخب لتكريس النهج الديمقراطي الذي رسختموه، بما يؤكد أصالة وجدارة هذه التجربة الديمقراطية لتسهم في تحقيق طموحات وتطلعات الوطن لبلوغ المزيد من الإنجازات والمكتسبات. كما لا يفوتني أن أنوه بالنزاهة والشفافية التي سارت عليها العملية الانتخابية وما وفر لها من أسباب النجاح من قبل الأجهزة المعنية المشرفة عليها والمسؤولة عن توفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية. وختاما أدعو الله العلي القدير أن يكلل المسيرة القادمة من الحياة البرلمانية والمجالس البلدية بالنجاح والعمل على كل ما يحقق لمملكتنا الغالية المزيد من الرفعة والتقدم والنماء، وأن يديم الله على جلالتكم نعمة الصحة والسعادة وطول العمر، ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.